تحتوي هذه السفينة أيضا على مسبح آخر غير المسبح الأول الذي تحدثنا عنه، وهو مسبح صغير نوعا ما. ها هو استعراض لمنظر السفينة من الجوانب، من الأعلى ومن الداخل ومن الخارج. تحتوي السفينة في داخلها على مناظر خلابة ورائعة تجعلك تريد العيش في حياتك هنا وعدم الابتعاد عنها، وفي أعلاها سقف زجاجي تستطيع تأمل السماء والنجوم، وفي داخلها أيضا مطعم داخلي كافي لاستقبال عدد كبير من الزبائن والضيوف، غير المنظر الطبيعي الرائع الذي تطل عليه السفينة. تحتوي هذه السفينة على نظام إضاءة مختلف، وهي عبارة عن خطوط طولية تمر عبر السفينة تعمل شكلا رائعا في الإضاءة، وأيضا يمكن أن تكون خطوطا منحنية على شكل دائرة وتختلف من مرة لأخرى في العمل. تمتلك هذه السفينة العديد من الألوان، منها اللون الأبيض والذهبي والأسود، ومنها الأخضر والأسود، والمزيد من الألوان، ويختلف تصميم كل سفينة عن الأخرى مع اختلاف اللون، فمثلا يتغير مكان المسبح في السفينة البيضاء عن السفينة الذهبية. في السفينة الذهبية يتغير شكل المطعم الداخلي من ناحية ديكور المصنوع فيه، ويتغير أيضا الشكل الداخلي لغرفة النوم والمعيشة مع اختلاف نظام السفينة. وتحتوي أيضا السفينة الذهبية على مكان لهبوط الطائرة وإقلاعها كما تشاهدون، وتختلف الإنارة الخارجية لها، حيث تحتوي السفينة الذهبية على نظام إنارة الليزرين. هذه عبارة عن سفينة سياحية تتجول وسط البحر، وهي سفينة رائعة في الجمال من ناحية الشكل الخارجي وأيضا الشكل الداخلي، فهي تحتوي على مكان للاستجمام ومكان للراحة والنوم ومكان للتشمس وأيضا مكان لتناول الطعام، وبالرغم من أنها وسط البحر إلا أنها تحتوي على مسبح داخلي للسباحة وقضاء وقت ممتع، فهذه السفينة أشبه بقصر، ويتفرع من هذه السفينة مكان خارجي صغير يمكنك قضاء وقت الغروب داخله، وهو معلق في طرف السفينة في الهواء، وأيضا يتفرع منها جزء خارجي وفيها سرير للنوم عليه إذا أردت النوم بعيدا عن السفينة يمكنك ذلك، ويمكنك قضاء وقتك فيه، إنه حقا رائع المنظر. وفي الليل تحتوي هذه السفينة على إنارة جانبية تنير حواف السفينة بشكل يجعل المنظر رائعا جدا. هذه أيضا سفينة أخرى تعتبر أكبر من سابقتها، تختلف في نظامها تقريبا، حيث يختلف ترتيب غرفة النوم وغرفة المعيشة، ويختلف نظام المسبح فيها تقريبا، يختلف نظامها كليا عن سابقتها، حتى أن المطعم الذي بداخلها يختلف، ويعتبر أكبر من مطاعم السفن السابقة، والشيء الوحيد الذي يعتبر أصغر فيها هو غرفة النوم، فغرفة هذه السفينة هي أصغر من غرفة باقي السفن، ولكنها تمتلك حماما رائعا وإطلالة مميزة.
إن هذا القارب الصغير الذي تشاهدونه هو عبارة عن جزء من هذه السفينة الكبيرة، وله مكان مخصص للدخول في داخل السفينة وإغلاقه بعد دخوله فيها. يحتوي هذا القارب على غرفة للمعيشة ذات نافذة شبكية يمكنك فتحها وإغلاقها حسب حاجتك وحسب ما تريد. هذه هي غرفة النوم الخاصة بالسفينة، إنها كبيرة جدا وتحتوي على سرير النوم الكبير جدا، وفي سقف الغرفة يوجد فتحة كبيرة تستطيع رؤية السماء وأنت ممدد في فراشك، ويمكنك النوم وأنت تحت السماء وتأملها. تحمل هذه السفينة في أعلاها مروحة صغيرة تنظم اتجاه سيرها وتنظم الهواء الذي تسير عليه السفينة، وتملك هذه السفينة في مقدمتها مكانا لهبوط الطائرة كما تشاهدون، الطائرة هابطة على مقدمة السفينة، ويمكن أيضا إقلاع الطائرة منها. تحتوي أيضا على مكان لصف سيارتك بداخله إذا أردت أن تنقل سيارتك معك في أي جولة، وهذه السيارة مناسبة تماما للون السفينة هذه. هذه صور للقارب الخاص بالسفينة وهي ينطلق داخل الماء، وصور تجهيزات من الداخل لرؤية إمكانية الراحة التي قد تحصل عليها لمجرد ركوبك فيه. تحتوي هذه السفن على صالة لعب الرياضة، وتحتوي أيضا على هياكل إضاءة رائعة مثل هيكل الإضاءة التي في السفينة السابقة، ولكن الاختلاف أن إضاءة هذه السفينة تمتد للداخل في السفينة. تحتوي هذه السفينة على أكثر من غرفة نوم واحدة، فهي تحتوي على غرف لاستقبال أي ضيوف يمكن أن تواجههم. وتحتوي هذه السفينة على قاعة مزودة بأحدث أجهزة الكمبيوتر التي تساعدك على تجاوز أي ملل، وأيضا المسبح الذي بداخلها له منظر رائع جدا لا يجعلك تمل أبدا. إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.